إن إنجاز هذا المشروع سيكون له أثراً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً جداً، من حيث الاكتفاء الذاتي من المادة الأمتيبيو، وبالتالي الاستغناء عن الاستيراد هذه المادة التي تبلغ كلفتها الحالية حوالي 1100 دولار أمريكي في الطن، وكذا تصدير الفائض من هذا المنتج. كما سيساهم هذا المشروع في تثمين الميثانول المنتج بمركب CPNZ من خلال استخدامه كمادة وسيطة للإنتاج الأمتيبيو. توقيع العقد جاء بعد مرحلة يعني مناقصة وطنية تقريبا لحوالي 8 أشهر، شاركت فيها العديد من الشركات الدولية، وفاز فيها تجمع صيني كي اللي شفتوهم اليوم اللي كانوا معنا ومضاو العقد معنا اليوم لإنجاز هذا المشروع في مدة 36 شهر. يعني دخول حيز تنفيذ لهذا العقد يكون في جوان الحالي، يعني جوان 2022، ويمكن يكون عندنا الإنتاج الأولي في شهر جوان 2025. تكلفة هذا المشروع تقارب 76 مليار دينار جزائري، يعني باش نقربوا المفهوم ما يتعدى 500 مليون دولار. La société Sinotrac, comme vous savez, est le premier groupe d'hydrocarbures en Afrique, la plus puissante et importante entreprise algérienne. Je crois que la coopération entre ces trois sociétés et la réalisation du présent projet se dérouleront avec plein de succès, ce qui contribuera également au développement de la coopération entre les deux pays.